وفاة الشيخ حسين الأحمر في أحد الدول الخليجية ومصادر تكشف أسباب الوفاة، فلنتابع التفاصيل. أكدت مصادر مطلعة وفاة الشيخ حسين الأحمر إثر ذبحة صدرية ألمت به اليوم في مقر سكنه بالعاصمة القطرية الدوحة. والشيخ حسين الأحمر سياسي يمني، وهو أحد أبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، أحد القيادات القبلية المعروفة في حاشد، وشغل منصب عضو مجلس النواب منذ عام 2003 عن حزب الإصلاح، كما أن له تجربة سياسية في إنشاء حزب التضامن اليمني.